من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير معنا الآن بعد التحية. خالد، إذن هي مظاهرة حشيدة تشهدها فرنسا وتزامنا مع عيد العمال، إذن كيف تبدو هذه التظاهرات، تفاصيل هذه التظاهرات وأيضا الأعداد، إلى أي مدى وصلت هذه الأعداد الآن؟ نعم حسني، بعد التحية ومنذ قليل انتهت بعض التظاهرات في بعض من المدن الفرنسية من بينها مدينة مارسيليا، حيث أعلنت الفيدراليات العمالية عن مشاركة 130 ألف حسب الفيدراليات. أما بالنسبة للداخلية الفرنسية تظاهر 11 ألف فقط، وهناك بعض من المدن أيضا الآن بدأت فيها هذه التظاهرات، ومدن أخرى مثل العاصمة الفرنسية باريس حيث يتجمع الكثيرين في ساحة الجمهورية، ومدن أخرى حدثت فيها بعد انتهاء التظاهرات بعض من الاحتكاكات مع قوات الشرطة وعمليات الكر والفر، ووسط أيضا إطلاق القنابل المسيلة للدموع كما حدث في مدينة نانت على وجه التحديد. أول مايو هذا العام هو مختلف تماما نظرا لدخول الفيدراليات العمالية بقوة على أثر تطبيق مشروع قانون التقاعد، ولهذا الفيدراليات العمالية تمنت أن يتعدى العدد أكثر من مليون متظاهر في جميع مناطق فرنسا، وحيث 300 تظاهرة على كامل التراب الفرنسي. حتى هذه اللحظة لا نستطيع التأكد من أن يعني توقعات وزارة الداخلية الفرنسية التي توقعت أكثر من 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر على كامل التراب الفرنسي. لكن يعني هذه الأعداد الكبيرة التي تتزايد، خالد، هذه الأعداد الكبيرة التي تتزايد ساعة بعد ساعة، هل هناك توقعات بأن تستخدم وزارة الداخلية المتأهبة دوما العصا الغليظة لمواجهة هؤلاء، وبالتالي يؤدي إلى تشابكات أكثر ما بين الجانبين؟ بالفعل هذا ما أكد عليه جيرال دارمانا وزير الداخلية الفرنسي. 12 ألف جندي ودركي من بينهم 5000 بالعاصمة الفرنسية وحدها، تحدث عن ما بين 200 ل400 متظاهر من العناصر الخطرة للبلاك بلوك، وهم منضمين أو جماعة من أقصى اليسار، وأيضا من 100 إلى 200 مشاغب من حركة السترات الصفراء. الاستخبارات الداخلية اتخذت جميع الإجراءات الوقائية من بينها نشر بعض من الطائرات بدون طيار، وذلك في محاولة لرصد تحركات هؤلاء والتسهيل على قوات الشرطة والدرك لإيقافهم، وسط تخوفات من عمليات تكسير واجهات المحلات وعمليات السرقة والحرائق التي تحدث في نهاية كل هذه التظاهرات. وهذا ما طلبه لوران بورجي، وتحدث عن أن لا يجب إفساد التظاهرات ونحن في يوم العمل ويوم العمال. مع أي جديد يستجد في هذه التظاهرات في فرنسا سوف نكون معك. مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير كنت معنا من مرسيليا، أشكرك شكرا جزيلا خالد.